أفيد فضيلتكم أنني كنت مسافرا إلى إحدى مدن المملكة، وبينما كنت في المطار وقبل صلاة العصر أقمت الصلاة قصرا وجمعا. نعم فيكم. أفيد فضيلتكم أنني كنت مسافرا إلى إحدى مدن المملكة، وبينما كنت في المطار وقبل صلاة العصر أقمت الصلاة قصرا وجمعا، وقد صليت الركعتين الأولى، وبعدما انتهيت من ركعتي صلاة الظهر أقمت بصلاة العصر. أتى إلي شخص مسافر وسألته: هل أنت تقصر في صلاتك؟ وأجابني: بنعم، وقد صلينا سويا. وعندما انتهينا من الصلاة قال لي: قم لكي نصلي العصر. فأخبرته بأن الصلاة التي صليناها الأخيرة هي قصر صلاة العصر، فقال لي: قم نصلي صلاة العصر. فقلت له: إن الصلاة التي صليتها أنا وإياك هي صلاة العصر. فقال لي: إن الصلاة التي صليتها معك هي صلاة الظهر. أرجو إفادتي عن حكم ما فعلت، جزاكم الله خيرا. ما فعلته صحيح والحمد لله، لأنك ما دمت في سفر فلك القصر والجمع في المطار أو في غيره. فأما ما قاله هذا الشخص، هذا عنده توهم أو عنده جهل، فالحكم يتعلق به هو، وأما أنت فصلاتك صحيحة. وأما هو إذا كان نوى صلاة الظهر فقط فإنه يصلي صلاة العصر، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى صلاة الظهر فقط ولم ينوي العصر فعليه أن يقوم ويأتي بصلاة العصر، وأما أنت فعملك صحيح الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر شيء هذا؟ لا يؤثر على الإمام. لا يؤثر على الإمام. لا. أما المأموم؟ المأموم في خلاف. الصحيح أنه لا يؤثر أيضا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث، ولم يذكر النية، وأيضا مما يدل صراحة على جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم. نعم. حديث معاذ رضي الله عنه حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ويخرج ويصلي بقومه، فتكون له نافلة ولهم فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين، ثم صلى بالثانية ركعتين، يسلم من كل ركعتين. فالفريضة في حقه هي الأولى، والثانية تكون نافلة، وهم يصلون خلفه فريضة. نعم.